الرعب في كل مكان، جثث، جماجم، هياكل عظمية، وحيوانات زاحفة. هل تقدرون على النوم بين القبور ولو لليلة واحدة؟ هذه العائلات تتخذ من المقابر منازل لها، ومن شواهد القبور وسائد لرؤوسها، فكيف تجرأ هؤلاء وعاشوا بين الموتى؟ دعونا نبدأ قصتنا من العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وتحديداً من المقبرة العامة الجنوبية حيث تعيش هذه العائلة. يأكلون ويشربون وينامون بين القبور، حتى أن أطفالها يلعبون بالحيوانات الميتة. قد تتساءلون لماذا يعيش هؤلاء هكذا؟ ببساطة، الفقر المدقع أجبرهم على ذلك، فبلادهم تمر منذ سنوات بأزمة اقتصادية خانقة أنجبت العديد من العائلات المتشردة التي طردت من منازلها. ورغم أن هذه العائلة لا تملك فلساً واحداً، إلا أنها تعتاش من خلال تنظيف القبور والعناية بها وحمايتها من اللصوص الباحثين عن المجوهرات وخواتم الزفاف والأسنان الذهبية وأي شيء ثمين قد يكون مدفوناً مع الجثث. Ahí por allá botado, allá le sacan los muertos. Oh, le para robarle esto, hasta un pedazo de cerámica se los roban. ومن غرب العالم إلى شرقه، وتحديدا إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، الحال ليس مختلفا عما هو في كاراكاس. لكن هذه المقبرة تسكنها مئات العائلات منذ عدة سنوات. فهذه الفتاة تعد الطعام بين أربعة قبور، وهذه السيدة تجهز المائدة لطفلها فوق أحد القبور، حتى أن هذا الشخص يأخذ قيلولة فوق قبر أحدهم. مشاهد قد تكون قاسية لبعضكم ومرعبة لآخرين، لكن الفقر دفعهم إلى العيش هكذا. تعيش في مقبرة مانيلا الشمالية أكثر من 800 عائلة تتكون من 6000 شخص، فيما تبلغ مساحتها 1500 متر مربع، أي أن كل أربعة أفراد يعيشون في متر مربع واحد. وهذا ليس أمراً غريباً في مدينة تعد من أكثر المدن اكتظاظاً حول العالم. هذه المشاهد ليست حكراً على فنزويلا أو الفلبين، فهي موجودة في دول أخرى عديدة وحتى في بلداننا العربية. فمعدلات الفقر في تزايد مستمر، خاصة وأن العالم ما زال يعاني من تداعيات جائحة كورونا التي ستوقع أكثر من 120 مليون شخص في شباك الفقر، التي يقبع فيها حالياً نحو 730 مليوناً.